سلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة مجموعة 77 والصين إلى فلسطين خلال اجتماع المجموعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أكد خلالها أن رئاسة مصر للمجموعة عملت على إبراز قيم الإنصاف والعدالة والحفاظ على مصالح المجموعة، وأن أنشطة المجموعة في 2018 عكست إثراء جهود التنسيق ومسؤولية مصر تجاه منظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن وتيرة الإصلاح كانت استثنائية والمجموعة عملت على توجيه دفة الإصلاح بكفاءة عالية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تسلم فلسطين رئاسة مجموعة 77 والصين خطوة مهمة تجاه استقلال دولة فلسطين. وخلال كلمة له عقب تسلم رئاسة المجموعة في نيويورك، أعرب عباس عن تقديره لدور مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة المجموعة، مؤكدا أن فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي البناء على ما سبق أن تبنته المجموعة، كما ستعمل فلسطين على الحفاظ على النظام الدولي المتعدد وحماية مصالح الدول النامية وقضاياها. مجموعة 77 والصين هي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء في الأمم المتحدة، وتأسست في 15 من يونيو عام 1964 خلال الاجتماع الدولي للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. المزيد في سياق العرض التالي. المزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور أسامة الشعث الخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية. بعد التحية لك دكتور أسامة، إذا الرئيس الفلسطيني يتسلم رئاسة مجموعة 77 والصين من مصر، وأعرب عن تقديره للدور المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة هذه المجموعة. الآن وقد تسلمت فلسطين هذه الرئاسة في ظل ظروف صعبة، يعني فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، الرئيس الأمريكي ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، أيضا قطع المعونات الأمريكية عن منظمة الأونروا، مشاكل وقضايا كثيرة تواجه الرئاسة الفلسطينية لمجموعة 77 والصين. كيف تنتوي الرئاسة الفلسطينية العمل على حل أو محاولة الوصول إلى حلول لهذه الأزمات؟ دعني أرحب بك وأشكرك على هذه المداخلة المهمة، وأتمنى أن يكون الشعب الفلسطيني اليوم يحقق مزيدا من الانتصارات على سلم التحرير بإذن الله وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة. الحقيقة أن الرئيس أبو مازن أوضح بشكل واضح وبشكل مقتضب أن الحصول على عضوية أو رئاسة مجموعة 77 والصين من الأهمية التي تؤهلها لأن تكون دولة كاملة العضوية، رغم أن دولة فلسطين حاليا في الأمم المتحدة دولة مراقب يعني بصفة مراقب، وهي أقل فقط فيما يتعلق بالتصويت في داخل الجمعية العامة، ليس لها حقا في التصويت وليس لها حقا بالانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو دوري بشكل دوري كعضو غير دائم، ولذلك هذه العضوية المنقوصة فقط من خلال العضو المراقب. لكن على المستوى التأهيل الكامل هي دولة مؤهلة لأن تكون دولة كاملة العضوية. رئاسة هذه المجموعة تعني أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يكون
في موقع يستحق أن يعني يكمل مشواره السياسي والخدماتي والتنموي كباقي شعوب العالم وكباقي دول العالم. هذا أولا. ثانيا، هذه تؤكد على أن أكثر من 80% من شعوب الأرض، وهي نتحدث عن 134 دولة، ما يعني مجموع أكثر من 80% نسبيا بالمقارنة مع سكان العالم، يؤيدون أن تكون دولة فلسطين رئيسة لهذه المجموعة، وهم الذين رشحوا دولة فلسطين لترأس هذه المجموعة بالإجماع من خلال دول مجموعة آسيا والباسفيك في مجموعة 77 وسطين. وثالثا، أن فلسطين قادرة أيضا، وهذه أهمية مهمة جدا، أن فلسطين قادرة على مشاركة المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولي والتفاوض معه باسم هذه المجموعة الدولية الكبيرة جدا في الأمم المتحدة، والتي تشكل ثلثي نسبة التصويت، أكثر من ثلثي نسبة التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك المهام جسيمة وكبيرة، ويعني مطلوب من القيادة الفلسطينية أن تستمر في حراكها الدولي، لأن هناك هذه السنة هي الفرصة التاريخية الاستثنائية التي ربما لا تتكرر كثيرا في تاريخ الشعب الفلسطيني، أن يكون على رأس مجموعة تشكل أكثر من ثلثي العالم. صحيح. داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك ستحاول فلسطين أن تكون على رأس أجندة المجتمع الدولي، أن تعمل لتطبيق قرارات الجمعية العامة وقرارات المجلس الأمن الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب وبفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهي قرارات سبق التصويت عليها، ولكن كيفية تنفيذ هذه القرارات تحتاج إلى إرادة دولية حقيقية من خلال الجمعية العامة. ثم الضغط على، وهي هذه مهمة، نقطة مهمة جدا، الضغط على الولايات المتحدة من خلال لوبيات الضغط، من خلال المجموعة الدولية التي تشكل أكثر من ثلثي العالم، التي قلنا أنها هذه المجموعة لها مصالح كثيرة ولها علاقات كبيرة جدا مع الولايات المتحدة ومع دول كبرى ومع مجلس الأمن الدولي، ولديها مصالحها المتشعبة يعني المتداخلة فيما بينها، التي تستطيع أن تستوجب أن تفرض على مجلس الأمن الدولي بأي شكل من الأشكال التي نستطيع أن نعدل القرارات الدولية والميثاق الدولي لخدمة الشعوب وليس الشعب الفلسطيني فحسب، لتنفيذ القرارات التي تخدم الشعوب. ثم نستطيع بعد ذلك فرض يعني قيام دولة فلسطين بإعلانها دولة كاملة العضوية وتجسيدها على الأرض. لذلك نحن أمام مسارين، المسار الخدماتي والإنساني الدولي، والمسار الفلسطيني الخاص بالشعب الفلسطيني وحريته في إقامة دولته على أرضه وبكامل العضوية ضمن الأمم المتحدة، ثم توفير الحماية الدولية على مؤسسات الشعب الفلسطيني الدينية، وأقصد الدينية كافة الكنائس المسيحية، كنيسة القيامة وبيت لحم وكنيسة المهد والمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وهو الحرم الرابع في الإسلام، حرم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبالتالي نحن نتحدث عن أهمية كبيرة جدا في المرحلة القادمة لدولة فلسطين أن تستفيد منه. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة شعث، الخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية.